عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بما أن اليوم نصادف لقاء ديال المغرب مع ليبيريا واللي غيتلعب ديما في ملعب أدرار، ملعب كبير لأكادير، فإن الشركة ديال أليك راه قررت أنها ما غاديش تخدم اليوم لأن غادي يكون الضغط على هذا المحور الطرقي العام اللي هو الطريق السريع الحضاري لأكادير. وكما صورت لكم ذاك النهار في الفيديو ديال أليك فإن الأشغال خدامة مزيان، وكما كتشوفوا معايا هنا هاد لابارتي هادي راه غادية لسميتو، راه غادية للسبيطار ديال الحسن الثاني، راه دايرين ليها سادينها لأن غادي يخدموا عليها، غادي يحيدوا داك القدرون كامل وغيتحيد. المهم هاد الفيديو درناه باش الناس اللي كيتمشاو في هاد الطريق هادي يردوا البال، لأن كيبان ليا هنا بنادم غير شي واحدين غير كيخرمزوا، خصوصا دوك صحاب الماطر. صحاب الماطر دابا راه دايرين ليهم هاد الليموني هذا وكيتجاوزوا الليموني وكيدوزوا ديك لابارتي الاخرى، الا دزتي في لابارتي الاخرى جا شي واحد وطحنك راه ما غاديش يعقلوا عليك. ها باش نقول لكم ان دابا فاش كيكونوا هاد الظروف الاستثنائيه هادو راه الانسان خصو يشور، خصو يمشي في الخط ديالو كما كتشوفوا معايا، هو هذا الخط. دابا انا راه كنتجه في الاتجاه ديال سميتو ديال السبيطار ديال الحسن الثاني. بالنسبة للسبيطار الحسن الثاني راه هاد المجلس البلدي ديال التجمع الوطني للأحرار راه قال لك أسيدي غادي يقادو، خرجوا ليه الميزانية وخرجوا الميزانية ديال الأحياء الناقصة التجهيز، وما دايرينش فيها لي زاميكان. عندهم دابا كتشوف ما فهمت والو، والله ما فهمت شي حاجة، دايرين إحشاش، دايرين أبراز، دايرين مجموعة من الأحياء لي زاميكال سوا، ماشي غير لي زاميكال بوحدها، ما دايرينش السلام، ما دايرينش القدس، ما دايرينش شحال من سميتو، ما بقينا كنفهمو والو في هاد المجلس البلدي هذا، ما بقينا كنفهمو فيه والو. المهم دابا نسول انا، المهم دابا نسول، دابا نسولو الناس اللي في البلدية واش هاد البروغرام هذا غير مؤقت ولا فينال. قال لك غادي يخصو ليهم شي 900 مليون درهم. المهم ها هو السبيطار الحسن الثاني اخوت، هو هذا دابا السبيطار الحسن الثاني، قال لك غادي يعاودو. ولكن دابا المشكل في هاد الشيء، دابا راه كاين فرق ما بين غادي يعاودوه وكيفاش كتعطى الصفقة. هنا دابا فاش هادشي دابا علاش غناتهم كلتو، لمن غيعطيو الصفقة؟ واش غيعطيوها بلا ترونسبارونس ولا داكشي تاني غيكون فيه التخلويض ولا؟ هذا هو السؤال المطروح. هنا كيما كتشوفو معايا هنا راه أليك راه حابسين الخدمة، لأنه اليوم راه كيتصادف مع اللقاء ديال المغرب مع ليبيريا مع الثمانية، وغادي تعمر ثاني أكادير والبوليس مساكن غادي يخدمو، البوليس والقوات المساعدة والشوندار كل شيء غادي يخدم، رغم أن هذا اللقاء هذا ماشي مهم، غير اللقاء بحال قلتي، لأن المغرب جو بونس راه مكالفين لديك لاكوب دافريك. كما كتشوفو معايا هنا الطريق على يديك اليمين راه مسدودة، علاش؟ لأنهم دابا غيعطوها لاطاك، غادي يديرو ليها الكومباكتاج وغادي يوسعوها، لأنه راه القنوات ديال الصرف الصحي والتليفون المسائل راه يكونوا دوزوهم. ونتمناو إن شاء الله هاد الطريق هادي، نتمناو أن الشركة أليك تنعول عليها بأنها تخدم مزيان وتبين الخدمة ديالها. راه كنصورت لكم هاد لابارتي هادي اللي كنصورت لكم. إذا هادي هي الطريق دابا، إلفو غادي تسميتو، تمشاو بشوية الخوت. هادي راه نصائح هامة الناس اللي غادي يجدوا هاد الطريق هادي، سواء كنتم مدينة أكادير سواء كنتم الزوار ديال مدينة أكادير، بشوية عليكم تمشيو غير بشوية، راه حتى لهنا عاد كترجع الطريق لا سميتو بلاصتها. إذا هو هذا الفيديو، فيديو قصير، راه كاينة تاني الحرارة اليوم. نتمناو أن الفيديو يعجبكم، وإلا عجبكم بارطاجيوه، واللي ما كتعجبوش القناة دار بواحد الميساج، اللي ما كتعجبوش القناة وما كيعجبوش المحتوى غير يدير ديزابوني، حنا راه ما معولين على حتى واحد. يلا الله يعاونكم.